عليكم، كي دايرين لاباس؟ حياتكم بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كما شفتوا في البدايه ديال الفيديو كاينه الصوره ديال لابوش اللي صوبنا. هاد لابوش درناها في الاخر، درنا ليها كلاصاج رويال. هاد كلاصاج رويال هو اللي غندير لكم دابا الطريقه ديالو. احتاجينا في هاد الكلاصاج رويال احتاجينا 300 غرام ديال شوكولا بلون ديال الشكلاط البيض، احتاجينا لي كذلك 200 غرام ديال حليب مكثف محلى نسلي، احتاجينا 20 غرام ديال جيلاتين اون بودغ. بالنسبه لهاد الجيلاتين اون بودغ غنحتاجو ليه 120 مليلتر ديال الماء باش نرقدوه فيه، كذلك خاصنا 300 غرام ديال سكر سنيده، السكر الابيض، كذلك 300 غرام ديال الجلوكوز، و 150 مليلتر ديال الماء او ما يعادل كاس ديال الانبوب. ثقوا بيا هاد الكلاصاج راك تشوف الصوره راه كيجي هائل. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. غادي اول حاجه غادي نديروها هي غادي نرقدوا هاد الجيلاتين اون بودغ ديالنا في الماء، نديروا ليها الماء. صافي نخليوه على جانب حتى تذوب لينا، وغناخذوا الشوكولا ديالنا ونصبوا فيها الحليب المحلى المركز. نجيب سباتول باش نتبعوا المقادير كما هي. غناخذوا السكر الابيض ديالنا او السكر سنيده، غنزيدوا عليه الجلوكوز، ونزيدوا عليه كذلك كاس ديال الماء يكون غير بارد، ونديروه فوق النار على عافيه تكون مهيله، ونقابلوه مع التحراك ما نحيدوش عينينا عليه. هذا الجلوكوز والماء والسنيده ديالنا اللي قلت لكم خاصكم ديروه على عافيه مهيله، ها هو دابا طلعت فيه الغليه. دابا غنطفيو عليه العافيه ونحاولوا نحيدوا منه ديك الكشكوش اللي طالعه، باش ان شاء الله منين نصوبوا الكلاصاج ما يكونش لينا فيه داك الفقاعات اللي كيبقاو ديال الهواء، ما يبقاوش، يكون الكلاصاج صافي. اول حاجه غادي نديروها من بعد ما ذابت لينا السنيده والجلوكوز في الماء وغلى لينا كلشي، غادي نضيفوا ان شاء الله الجيلاتين اون بودغ اللي ذابت لينا في الماء، غادي نضيفوها في الخليط ديالنا تاع الجلوكوز والماء والسنيده اللي كيكونوا غليانين وسخان. ديما جيلاتين نحيدوها من البارد نديروها في السخون صافي، ونخلطوا نبقاو نحركوا في داك الخليط حتى تذوب لينا الجيلاتين ما بقى فيها والو. وضروري ما نحيدوا ديك الرغوه حتى يصفى لينا السائل، بقاو ديما نراقبوا هاد القضيه باش يجينا الميغوار بدون فقاعات.
دابا غادي نضيفو خليط ديال الجلوكوز والجيلاتين والماء والسكر سنيدة على الشوكولا ديالنا وعلى الحليب محلل مركز، عليه منحطو سخون باش يدوب لينا الشوكولا. غادي نخلطو مزيان بسباتول وغادي نضربو الخليط ديالنا بالميكسور باش الا بقات شي كويرات ولا حبيبات هي تخلط طحن، واخا غادي يدينا فقاعات غادي نصفيهم من بعد. صافي دابا قربناه مزيان، دابا غادي نصفيوه. غادي نخليوه كما قلنا يبات ليلة كاملة في الثلاجة، وغدا ان شاء الله اللي بغى يزيد اللي بغى داك اللمعان، هذه غير اضافات، تقدروا تزيدوه معلقة ديال زيت المائدة، هي معلقة كبيرة، وتزيدوا الملون اللي باغين ديروا في الكاطو ديالكم، المهم بقاو معنا غتشوفوا مراحل كلها ان شاء الله. غادي نغطيه بالسلوفان وندخلو للثلاجة. غادي نديرو ليه السلوفان ديراكتومون عليه باش نتفاداو دخول الهواء ليه ونتفاداو الفقاعات اللي كينتجو عليها الهواء. هذا هو الكلاصاج غويال من بعد ما خرجناه من الثلاجة، هانتوما كيفاش كيكون، كيكون جامد. دابا راه درتو في البان ماغي باش يطلق ليا، ها هو كيف ما كتشوفوا ها هو بدا كيدوب. الكلاصاج غويال ديالنا اولا ميغوار ديالنا ها هو داب. دابا اختيارين، اللي بغى يزيد معلقة ديال الزيت المائدة كيعطي واحد الإضافة ديال، هو اللي كيعطي داك الإضافة ديال اللمعان، هي معلقة وحدة معلقة كبيرة وكتخلطو. هنا أنا ضفت الملون على الكلاصاج عشان نوصل للون اللي أنا بغيت، خلطو مزيان. صافي أنايا وصلت للون اللي بغيت، الأزرق الملكي أو بلو رويال. شوف اللمعان اللمعه ديالو كيجي رهيب، بغي جربوه راه كيحمق، تمن المذاق ديالو كيجي لذيذ، حقاش فيه النسلي الحليب المحلى المكثف، كيجي المذاق ديالو هائل. هادوك الفقاعات اللي كاينين الفوق ما تخلعوش منهم، غادي نصفيهم في مصفات وغادي يزولوا، هادوك غير من التحراك ومن هذا عاوتاني حتى ذوبنا في الباماري ضروري يكونوا دوك الفقاعات، هي غادي نصفيهم وغادي نمشيو. المهم راه كيجي غزال، تيقو بيا غير جربوه ما غتندم. هذه لابيو ديالي لي صوص، راه تلقاو الرابط ديال الفيديو ديالها تا هو في صندوق الوصف. درت ليها كما قلت لكم كلاصاج ميغوار، هذا شوفوا اللمعه كي كاينه، شوفوا شوفوا لا بريونس، عرفتي راه كيجي كيحمق، شتا المذاق واخا فيه السكر وفيه الجلوكوز وفيه الحليب المحلى المكثف ما تخلعوش، راه ما كيجيش حلو دو تو، كيجي عادي بالعكس كيجي لذيذ، حقاش فيه الناسلي، هي جربوه ما غتندموش. كنتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو، كنتمنى منكم ديروا ليا جيم ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا على المشاهده، سنه سعيده والى اللقاء.